اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. مثل ما عودناكم مشاهدينا دائما بكل حلقه عم بيكون معنا ضيف او صاحب شركه بقلب ارض الامارات العربيه المتحده. طبعا البرنامج بيدعم رجال وسيدات الاعمال موجودين بقلب الامارات العربيه المتحده. مشاهدينا ضيفنا اليوم بهي الحلقه عم بيكون معنا السيد ثامر الحمادي، وهو مدير وصاحب شركه ميتس فاشن. اهلا وسهلا فيك. يلا حيهم. بدايه خلينا نعرف الساده المشاهدين عن حضرتك وعن الشركه. معي ثامر الحمادي، صاحب شركه ومؤسس ميتي فاشن سيرفيس. نفس ما تشوفون هنا هالمحل مختص في اصلاح وترتيب الماركات العالميه مثل الفوتوير اللي هي فاشن بشكل عام. يعني حلو. بداياتك استاذ ثامر، امتى بلشتوا؟ بلشنا احنا في 2020، بس طبعا انا بديت الريسيرشات وهالاشياء والبحث عن الليذر جودز والماركات العالميه تقريبا قبل 5 سنين او اكثر. طبعا اخذت كورسات في ايطاليا وامريكا واسبانيا عشان اتخصص اكثر في عالم الماركات والجلود. يعني ما شاء الله. نحكي طيب عن خدماتكم، عن ميتس فاشن شو هي خدماتها؟ هي مالتي ثينكس، يعني اصلاح، تنظيف، يعني استعادة اللون مثلا الأحذية او الشنط او هالاشياء، ترميم بشكل عام. يعني نعم استاذ ثامر، دائما في هدف الواحد بانه من خلال فتحه لمشروع، هل هو هدفكم انه القطعه مثلا والماركه ما انه مصنعه بالبلد، انه تكون مصنعه ببلدان اخرى؟ صحيح. فهي الهدف هل هي انه تصليحها واعادتها بنفس الجوده مثل ما طلعت من مصنعها وافضل بعد؟ في بعض الماركات الاشياء يكون ناقصنها شيء، او مثلا الكاستمر مو بعايب لنا شيء معين في الحذاء او الشنطه او الاشياء، نحن نقدر نغير، نسوي كستمايزيشن للايتم مع مثلا مرور الوقت او استخدام الكاستمر الشخص للايتم هذا، مثلا لونها يبهت او شيء يخترب فيها او هالاشياء، نحن نقدر نستعيد اللون للايتم هذا الغرض، او نقدر نغير اللون بشكل كامل. يعني فينا نقول هذا تميز، نحكي عن تميزكم بهالشيء. نعم تميز، وغير هذا ايضا الوقت، لان اذا بتاخذون اي ايتم من هالاشياء اذا بترد على فرنسا او ايطاليا وهالاشياء على الاقل يبغى لها 3 اشهر، نحن نخلصها في اسبوع، فنحن نوفر على الشخص الوقت. ما شاء الله. صحيح. حطيتوا خطط مستقبليه لانكم توسعوا الافروع الخاصه فيكم؟ ان شاء الله. انا حاطه في بالي اني غير السيرفيس ممكن ابدا تصنيع يمكن احذيه، شنط وهالاشياء في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اكيد. هلا المشاهدين والساده المشاهدين اذا حبوا يتواصلوا مع حضرتكم وعندهم قطعه فعلا هي عباره عن ماركه وقادرين بدهم انه فعلا ترجع جديده، فكيف بيقدروا يتواصلوا معكم؟ اكيد طبعا عن طريق التواصل الاجتماعي والانستغرام، عندنا رقم تليفون وهالاشياء اذا بتحطونه عندكم انتم في التلفزيون راح نعطيكم ويتواصلون ويانا. طبعا عندنا خدمه التسليم والاستلام، سواء مو بلازم الكاستمر يلين عندنا المحل ويشوف هالاشياء، نحن نقدر نستلم الغرض من عنده، نسوي له السيرفيس ونرد له اياه لين بيته. شيء جميل انه الواحد ياخذ ما توصل ما يتعب نفسه. اكيد. حابب تضيف اي شيء ثاني بما يخص شركتك ميتس فاشن؟ نحن التارجت مالنا انه حرام ان الواحد يشتري غرض يخترب، يعني خراب بسيط او يتوسخ هالاشياء ويفره. طبعا احنا الناس ما قلت نحن نهتم بالماركات العالميه، يعني بالالاف اسعارها بالالاف، فنقدر نستعمل الغرض مره مرتين ثلاثه او لفترات طويله بدل ما نستعمله فتره ويخترب خراب يعني بسيط وينفر. فهذه اكيد. كل الشكر لك السيد ثامر الحمادي. شكرا. مدير وصاحب شركه ميتس فاشن. أكيد مشاهدينا نحن وياكم بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج رواد الأعمال، بنلقاكم بحلقة جديدة، إلى اللقاء.